FM. الكلمة ليك. كان الشعب الليبي شعب 6 مليون، كان نعيش في حرية، والله نعيش في حرية حسدنا عليها، حسدنا عليها العرب قبل يحسدنا عليها العالم. كنا في أمن وأمان، كنا في استقرار، كنا نحمي دول الجوار. كانت تونس بأمن ليبيا تونس آمنة، كانت مصر بأمن ليبيا مصر آمنة، كانت الجزائر بأمن ليبيا مصر. أصبح ليبيا تشارك حتى في أمن في أفريقيا، والاستقرار تدخل استقرار في أفريقيا. ليبيا صنعت الاتحاد الأفريقي، ليبيا يعني دخلت في محاور ضد الحرب ضد الشعب العراقي. يعني ليبيا كانت، كنا الليبيين نعيش بزهد الحمد لله. كانت رغيف الخبز في ليبيا يعني 10 من رغيف الخبز ناخذ فيها 250 درهم. الآن رغيف الخبز بعد ثورة المجيدة والمباركة 4 رغيف خبز بألف دينار. تحب تقول ليبيا لم تكن محتاجة إلى ثورة؟ والله ما تحتاجها 100 سنة ليبيا لخريف زي هذا. هذا نكبة يا رجل، ما كان ليبيا محتاجين له. الكلمة ليك.